بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا بكم يا جماعة في قناة عالم الزراعة، معاكم مهندس أحمد السعيد. موضوعنا النهاردة يا جماعة هنتكلم عن مرض من أخطر الأمراض اللي بتصيب النباتات، وممكن تصيب أكثر من 200 صنف نباتي. النهاردة يا جماعة هنتكلم عن الزبول البكتيري أو العفن البني في نبات البطاطس. وزي ما قلنا يا جماعة إن النوع ده من أنواع البكتيريا اللي بتؤدي إلى ظهور المرض ده، بتصيب العديد من النباتات، ممكن تصل الى 200 صنف نباتي. النهارده يا جماعه هنتكلم عن الزبول البكتيري او العفن البني على نبات البطاطس، وده يا جماعه بيسببه نوع من انواع البكتيريا اسمه ريلستونيا سولانا سيروم، او ده كان اسمه في السابق، حاليا يا جماعه اسمه بسيدوموناس سولانا سيروم. وده يا جماعه نوع من انواع البكتيريا اللي بتصيب النبات عن طريق منطقه البذور، او عن طريق الجروح في منطقه البذور، او من خلال الضرنه المجروحه او قطعة البطاطس المجروحة، بيبدأ تنتشر البكتيريا دي في من خلال المنطقة دي. ولو انت عندك نبات يا جماعة، او عندك نيماتودة، او عندك نباتات مصابة بالنيماتودة، خاصة نيماتودة تقرح الجذور، النبات ده بيكون اكثر عرضة للاصابة بالنوع ده من انواع البكتيريا. طب ايه هي اعراض المرض ده على النبات؟ رقم واحد يا جماعة، بتلاقي تقزم عام للنبات، وبتلاقي عندك السلميات قصيرة، ده في البداية. رقم اتنين، ممكن يحصل عندك زبول مفاجئ للاوراق والسيقان، وبتلاقي الورقه مش ناشفه، تلاقي ورقه يا جماعه دبلانه ومش ناشفه، الساق دبلانه والاوراق دبلانه ومش ناشفه طريه، تمام؟ ايه العرض اللي بعد كده اللي ممكن تعرف منه اذا كانت اللي موجود عندك ده زبول بكتيري ولا لا؟ انك انت بتاخد اي ساق من النبات وبتبدا تعملها قطاع طولي، هتلاقي يا جماعه وجود سائل لزج في الاوعيه الداخليه، السائل ده نتيجه الجيوب البكتيريه، والسائل ده يا جماعه مش بيبقى موجود في الفيوزاريوم او في الفيرتسيليوم، وده يا جماعه من اهم الاعراض اللي انت بتميز بيها الزبول البكتيري عن زبول الفيوزاريوم او زبول الفيرتسيليوم من خلال منطقة أو الأوعية الموجودة في السيقان. وده يا جماعة شكل الزبول البكتيري على النبات، وده شكله على ثمار أو على درنات البطاطس. طيب تبدا تقاوم المرض ده ازاي يا جماعه، او تكافحه ازاي؟ رقم واحد، انك انت تستخدم تقاوي سليمه. رقم اتنين، انك انت تعقم الالات اللي انت بتستخدمها في تقطيع البطاطس كل فتره بكحول مثلا 90%. رقم أربعة، ومهم جدا يا جماعة، انك انت بعد ما تحصد المحصول تقوم بإزالة جميع الأجزاء النباتية أو المخلفات النباتية من نبات البطاطس، سواء كانت سيقان أو أوراق أو جذور أو درنات، تبدأ تشيلها وتطلعها بعيدة عن الحقل، وما تزرعش يا جماعة والحاجات دي موجودة في التربة، لأن النوع ده من أنواع البكتيريا ممكن يقعد في التربة أو في المخلفات النباتية لمدة سنتين إلى 3 سنوات. فمهم إيه؟ مهم قوي يا جماعة انك انت تنظف الحقل بتاعك من المخلفات النباتية لنبات البطاطس والدرنات المصابة، تبدأ تطلعها بعيد عن الحقل. رقم ثلاثة، من الحاجات اللي انت لازم تعملها يا جماعة، انك انت تستخدم دورة زراعية كويسة. ممكن برضو يا جماعة تستخدم بعض المركبات الكيميائية، زي مثلا المركبات النحاسية، هتجيب معاك نتيجة كويسة جدا في مكافحة المرض ده. بكده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة عن الزبول البكتيري أو العفن البني في البطاطس. أتمنى أن أكون قدمت لكم معلومة مفيدة، ولايك يا جماعة الفيديو لو عجبكم، ولو في أي سؤال يا جماعة سيبولي في التعليقات. شكرا لحضراتكم، تحياتي.